اللي بتقارنوه بكريستيانو رونالدو، شفت ضربه الجزاء اللي ضيعها؟ وبعدين كابتن انجلترا ازاي وانت بتلبس جونين في دقيقتين؟ ازاي الكلام ده؟ اقنعني طيب بالعقل. لا لا لا، خد ايه ده بتاع يانج بويز، انت عقل ايه يا حبيبي اللي انت بتتكلم فيه؟ وبعدين صلاح ابننا ما ينفعش انك تقارنه باي حد، ولا مؤاخذه ادونه مش ادونه مخلص تاريخ اللعبه معاك، بس صلاح ابننا خط احمر معلش، لانك لو قعدت تفكر في المباراه النهارده هتلاقي ان واحد من اكتر نقاط قوه ليفربول في الملعب كان محمد صلاح. ضربه الجزاء اللي بتضيع يا باشا، كل لعيبه العالم بيضيعوا ضربات جزاء. هتقول لي لا الماتش كان ممكن يخلص بسهوله جدا لو صلاح سجل الهدف الثاني، وكان ممكن ان ليفربول يعمل سكور على ميلان، لان ترند الكسندر ارنولد كان مخلص المباراه بالهدف الاول، وبرده ميلان كان مثبت في الدفاع وليفربول كان بيهاجم. قال لك لا معلش، ما انت لو دورت هتلاقي ان الشق الهجومي كان شايله صلاح كله هو ونيجو جوتا، علشان خاطر فيرمينيو وساديو ماني مش موجودين، وديفر كوريجي عمال يعك كده في الملعب. بس عادي يا معلم، مفيش اي مشكله، صلاح صلاح كان واحد من اهم اللعيبه النهارده في الملعب برغم انه ضيع ضربه الجزاء. هتقول لي لا، ما ضربه الجزاء فرقت جدا في الماتش، وضربه الجزاء لو جت الموضوع كان اختلف وميلان قدر ان هو يرجع. هقول لك بص، ميلان ما راحش غير باربع كور على مرمى ليفربول، منهم كورتين سجلهم، الكورتين دول جم في اخر ثلاث دقائق من الشوط الاول، وطبيعي جدا ان في لعيبه تركيزها بيقل، وطبيعي جدا ان فان دايك مع انه غايب هتلاقي خط دفاع ليفربول فيه مشاكل كتير، وهتلاقي ان ماتب، وهتلاقي كمان ان اللي كان جابه النهارده جواو جوميز عندهم مشكله كبيره جدا، وخصوصا لما تلاقي ان في هجمه مرتده على ليفربول تلقى الباي وفي مشكله وربنا يستر. وده فعلا اللي حصل في لقطه الهدف الاول اللي بيجيبها انتريفيتش. انتريفيتش راجل بيدرف نفسه وبيعتمد ان مساكين ليفربول عينهم على الكوره ومش عينهم على المان اللي هم المفترض ان هم يكونوا ماسكينه، علشان خاطر انتريفيتش الكوره بتجيله وبيسجل الهدف التعادل، برغم ان جمهور ليفربول قاعد يبص كده ميلان مش موجود في الملعب، ميلان ما يستحقش ان هو يتعادل، وناس كتير قوي قاعده تقول لك لا هنرجع في النتيجه وركزوا يا جماعه وان شاء الله هنرجع، وعشان خاطر تلاقي الهدف الثاني من ابرام دياز اللي بيباص الكوره لريبيتش وبيرجع ياخدها ثاني، عشان تقعد تبص ده ميلان جاب جونين في الدقيقه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي ممكن ليفربول يقدمه في الشوط الثاني؟ عشان تقعد برضه تفكر. هو صلاح، هو صلاح برضه رقم الصعب. ديفر كوريجي الحسنه الوحيده اللي عملها في المباراه هي الباصه اللي باصها لمحمد صلاح اللي بيتم احراز فيها الهدف الثاني. صناعه الاسيست من ديفر كوريجي سهلت الموضوع على صلاح اللي حطها بفينش ولا اجمل ولا اروع، بس صلاح احنا عارفين ان هو الفتره دي يعني الفينش بتاعه بدا يظبط بطريقه مميزه جدا، عشان خاطر ليفربول يبقى 2-2 وميلان معلش بقى يعني احنا مركنين بقى في الخط الدفاعي، وبنعتمد ان احنا هنفضل قافلين الملعب، وبنعتمد ان احنا خط دفاعنا هيقدر يجابه سرعات ليفربول، مع انهم عارفين كويس قوي ان تيو هرنانديز عنده مشكله كبيره جدا في واجهه محمد صلاح، والناحيه الثانيه كلب دافيد كالابريا عنده مشكله كبيره جدا ان هو يواجه دييجو جوتا، وفيكو توموري الراجل مسجل الهدف الاول اون جون، وسيمون كايا بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يقوي خط الدفاع بتاعه، علشان خاطر تقعد تبص كده ليفربول ممكن ان هو يسجل هدف الثالث دلوقتي، ليفربول قادر ان هو يخلص المباراه علشان خاطر يقدر جوتا عنده سون قائد الفريق فيرست تايم من كره تردد بعد ضربه ركنيه يسجل بيها الهدف الثالث، علشان خلاص بقى يا معلم ماني عندك طلع يا حبيبي، يلا بابا محتاجين ننزل الملعب بقى، وديفر كوريجي اتصاب، وهنطلع جوردن هندرسون، وهنطلع نبي كايتا، وهننزل ساديو، وهننزل تشامبرلين مكان محمد صلاح، وجيمس ميلنر مكان هندرسون، وكورتو جونس مكان ديجو جوتا، ونبي كايتا، عشان خاطر تقعد تبص كده يا جماعه ما الماتش سهل، هو الماتش خلصان بشياكه، والماتش ما كانش فيه اي حاجه ممكن نتكلم فيها. بس عزيزي زي ما قلت لك، تركيز لعيبه ليفربول في ثلاث دقائق قدر ان هو يدخل ميلان الجيم، وقدر كمان ان هو يخلي ميلان مرشح للمباراه، مع ان ميلان اساسا ما كانش مرشح للمباراه، عشان خاطر في فرق امكانيات كبير جدا، عشان بصراحه يعني انا شفت نسخه مماثله لمباراه برشلونه وبايرن ميونخ، الموضوع كان صعب جدا ان ميلان يكون ند قوي لفريق ليفربول النسخه الحاليه. مش عايزين نضحك على بعض بقى عزيزي، وانت عارف ان فرقه ستيفانو بيولي الموضوع صعب جدا بالنسبه لها السنه دي، بس عزيزي كده كده الميلانيستا ناس عندهم امل وناس عندهم طموح، وبسم الله ما شاء الله احنا عايزين ناخد منهم الامل والطموح ده، علشان خاطر احنا كجمهور برشلونه في الحقبه السوداء بتاعتنا عايزين نتعلم الطموح من الناس اللي كانوا موجودين هناك في الحقبه السوداء، ودول بالنسبه للميلانيستا هم عارفين كويس قوي ان هم كانوا موجودين في حقبه سيئه جدا، واعتقد الفريق بدا يتطور، وبرغم التطور ده هو مع الاسف لم يكن ند النهارده لليفربول. عارف ان الكلام ده هيوجعك وهيتعبك، بس هذه هي الحقيقه عزيزي، فمعلش يعني ان عجبك الحقيقه وان عجبتك هذه الفيديو فمعنا لايك، وان لم يعجبك الحقيقه وان انت كنت مستني ان حد يقول لك ان ميلان كان بيج ميلان النهارده فمعلش يا اسطى الكلام ده مش عندنا، لان احنا مش هنطبل لحضرتك علشان خاطر نرضيك، نرضيك معلش احنا عايزين رضاك وعايزين اللايك وعايزين السبسكرايب، بس مش لدرجه ان انا اكدب عليك عزيزي، فهمت بقى انا مش عايز ارضيك ليه؟ انا اقول لك الحقيقه عزيزي واصدمك كده احسن ما اقعد الف وادور حواليك واقول لك ان ميلان كان ضربه جزاء وميلان مش عارف
الكلام ده كله يا عزيزي، عجبك بقى الفيديو اعمل لايك بقى.